ديولي تلو ديولي تلو شكرا سيد الرئيس. أولا بلادي حريصة كل الحرص على قيام أفضل علاقات الأخوة مع الكويت. وفي كل المناسبات التي تحدثت فيها عن وجود ارهابيين كويتيين في سوريا كنت دائما اقول بان الكلام غير موجه لحكومه الكويت لكن من حقنا ان نلفت عنايه حكومه الكويت الى وجود ارهابيين ورعاه للارهاب يحملون الجنسيه الكويتيه ويروجون للارهاب ويجمعون الاموال لارسالها للارهابيين في سوريا بمعنى اخر ان هناك مواطنين كويتيين يسفكون دماء السوريين فوق الأرض السورية فأنا لا أرى سببا للحساسية التي يظهرها زميلي مندوب الكويت كلما تحدثنا عن وجود إرهابيين كويتيين في سوريا طيب هناك إرهابيين مثل ما حكينا المرة الماضية بلجيكيين وفرنسيين وبريطانيين وأستراليين هناك إرهابيون من مئة دولة عضو في هذه المنظمة الدولية في سوريا، يقاتلون في سوريا ويقتلون السوريين. ما حدا تحسس وحكى وانبرى الى تفنيد هذه الروايه الوارده في تقرير رسمي صادر عن لجنه فرعيه لمجلس الامن تعنى بمكافحه الارهاب. لماذا هذه الحساسيه المفرطه عندما نقول بان هناك ارهابيين كويتيين يقاتلون في سوريا ويسفكون دماء السوريين؟ وينتمون لحركة اسمها حركة سلفية يعني شو هالكلام هذا كيف يمكن تفنيد هذا الكلام بعد أن قام معهد كارنيجي الأمريكي بنشر دراستين عن الحركة السلفية الكويتية وهذه الإعلانات هي ما قصاصات هي إعلانات رسمية هذه ليست قصاصات هذه إعلانات تم توزيعها داخل الكويت من قبل بعضهم أعضاء في البرلمان الكويتي جمعوا مئات ملايين الدولارات لإرسالها للارهاب في سوريا. هل المقال نشرته نيويورك تايمز في عشرات المقالات الاخرى نشرتها صحف اخرى. ولدينا اثباتات وبراهين وارسلنا قسم كبير منها لمجلس الامن للجانكم الفرعيه المعنيه بمكافحه الارهاب، يعني نحن ما بنحكي فقط نحن نقرن القول بالفعل. ارسلنا للجانكم الفرعيه المعنيه بمكافحه الارهاب المئات من الاثباتات والبراهين التي تثبت وجود ارهابيين اجانب يقاتلون في سوريا من بينهم كويتيين. طيب هناك ارهابيون سوريون يقاتلون الحكومه السوريه. انا عم اقول لك في ارهابيين سوريين سوريين يقاتلون الحكومه السوريه. بدي اجي اتحسس انا اذا اجى واحد قال لي انه والله في ارهابيين سوريين يقاتلون الحكومه السوريه؟ لا هذا فاكت امر واقع بدنا نعترف فيه. بدنا نقول انه في ارهابيين اجانب وفي ارهابيين سوريين يقاتلون الحكومه السوريه بالنيابه عن مستخدميهم في الخارج. القصه بكل شفافيه عم نحكي نحن، ما عم نخترع روايات ولا عم نخترع قصص. كلكم تعرفون ماذا نقول وهناك تقارير صادره عن مجلسكم حول وجود ارهاب اجنبي في سوريا. المجلس قبل اربع خمس سنوات كان يقول لا يوجد ارهاب اجنبي في سوريا. اليوم المجلس انتقل من الانكار المطلق الى الاعتراف التام بوجود ارهابيين اجانب في سوريا، لا بل ان بعضكم يتنافس معنا ومع حلفائنا على محاربه هذا الارهاب الاجنبي. بكل نفاق وبكل كذب. كفى حساسيه من هذا الموضوع عندما نتحدث فاننا نتكلم من اوجاعنا. مئات الوف السوريين قتلوا بسبب الارهاب. البنيه التحتيه دمرت في البلد بسبب الارهاب، بسبب التدخل الخارجي. انا لا اريد مشروع قرار، انا اريد تطبيق للقرارات الموجوده حاليا، 22 قرار تحتاج الى التطبيق، هل نحن بحاجه الى قرار جديد؟ 12 قرارا حول مكافحه الارهاب، طبقوها. لنطبق 12 قرار لمكافحه الارهاب صادره عن مجلسكم، تنتهي المشكله. لكن ان نقول الشيء ونفعل ضده كما يقول المثل هذا ذروة النفاق ومنتهى النفاق شكرا سيد الرئيس